صادبة 1003 لسلطان العميمي. رواية تقع فصولها في الثمانينات بين الإمارات والمملكة المتحدة، هي رواية تحكي عن الفضول المفضي إلى الانتهاك. نعم، هذا ما يحدث حينما يتجرأ يوسف موظف البريد فيتلصص على صندوق بريد رحل مالكه عن دنيانا، فيتعرف بالتالي على قصة المراسلة التي جمعت عيسى بن حشيد بالفتاة المبتعثة للدراسة علياء. يقدم يوسف بدافع الفضول والأنانية على مراسلة علياء متقمصا شخصية عيسى. هي رواية تطرح تساؤلا، ما هو يا ترى معيار تعاملنا مع الآخر؟ هل يقف ذلك على حدود الهيئة والشكل، أو أنه التفكير، أو المعاملة بالمثل؟ حولت هذه الرواية لمسلسل عام 2019.